لكم يعني بالبدايه راح تواجه مصر اول يعني كيس عن كيس تختلف وبيش عن بيش تختلف ماكو بيش زيلان ليميتد ما هو ما يفتح هذا فتت هاي شلون تقعد لك صعب يعني بس هاي الكيسات نادره بس انت تتعلم على الشيء الصح على مود تمارس صح ثقه اذا تعلمت على شيء غلط بعد تظل تجرب والله يعني تشوف الغلط يمشيك بسرعة ووقت قليل ورزق يعني تقدر انت شو هذا اللي اكو بيجنتية لان الحشوة مش تسعة اشهر يقول لك هاي هذا الطبيب ما هو وكلها يقول لك هاي الحشوة طيب يلا من خمس سنوات ترجع لك اقل من خمس سنوات ترجع لك اللي بلغش فانت هنا يكون شخصيتك قوية وقدام راجع اذا قلت لها ها هاي السيرز واي فاي يقول لك هذا كلها هي بيها ضمان أعطيك بيها ضمان بس بشرط أنت نظف تراجع خلي كل بيش إلى جلسات دورية كل ست شهور أجي شو هالحشوة إيش بيها ما بيها أنت راح تعرف هذا البيش تنظف ما ينظف تيجي مشتغل لحشوة لوز وكونتاكت مضبوطة بس أكو أوكي بين أسنان حتى أنت رجع تأكل الكونتاكت صحيحة راح يبقى فود باكشي فلازم يستخدم دنتال فلوس فالبيش إذا أجا وأنت تشوف بور هايجين لا استغفر لا تعبه لا تعب عليه وإذا ما يقدر تعبك ويدفع لك هم لا تعب عليه قل له أنا عندي هيك شغل أعطيك بضمان بس بالمقابل لازم تدفع نقد إذا بيش نهاري يدور حشوة من 25 سنة ما أشتغل لأن أنا أنت الكيس من تتعب عليه لازم تعطي حقك فتعلم من دخل العيادات لازم البيش تشوف يدفع ما يدفع بس خلصنا الموضوع الايزوليشن بعد كل شيء كمل كونتاكت اناتومي خلصت كل شيء الحين ليش هو ليش وانت قلت لك اذا سويت المودلينج مالتك صح فينيش بوش ما تحتاج يعني قليل كل شيء طخت بيريا شغله دقيقتين ثلاثه الله يبارك شنو الادوات اللي يحتاجها بالفينيش بوش لانه هو صور لانه كيف تشتغل هذا الانهانس بيار مساعة جديد معين مساعة جديد الدكتور شلون يشيل هاي سبوت هاي طبعا الشركة الأصلية ما تغاير كل شيء الكيت يجي ب200 دولار بس اكو صيني بس نفس يعني تقريبا نفس الكواليتي مالته يجي بيار ب3000 او 2000 ما اعرف بالضبط بس لاني مهم على ضروري اذا عندي كلاس 2 لازم ابدي افنش كلاس 2 طبعا شو انا من اشتغل بالكلاس 2 أبني بوكس وفنش بوكس قبل لا بالأنتوم من فوق الكلوزر ليش؟ إذا اشتغلت كلاس 2 أبني الوول كمل الكلاس 2 وفنش هذا الكلاس 2 وفنش قبل ما أبني الكلوزر كمل الكلوزر أنتوم أنا كنت أكتصور مقبوط ما لا طبعا بس أنا لازم ارجع الكونتاكت مالتي الهايت مالتي مرات انا اسوي شنو مساعده قلت لكم ترجعون ما ترجعون على من عدل شويه او مستوى اذا رجعت على من عدل شويه لازم افنش قبل لا اشتغل لان انا من اشتغل الكلوزر انت ما راح اعتمد على هذا فلازم ارجع افنش كله وراح اشتغل بما ان افنش الديسك والديسك في نوعيات وبكلر كودد تبدي من الاحمر لحد الاصفر الاصفر اللي هو الفاين هذا ما يفنش اصلا مجرد تجي طلع قليل الاجريسيف الاحمر اذا انت جماعه دول السيلبايمتك يخلي باند ويخلق كومبوزيت فيطلع زايد وايد هذا ما يتفنش بالديسك لازم عندك كبير يفضل كاربايد يعني دائما ودي قصه وايد ليش المعلومات صح هواي هو سهل بس بعدين راح تجون بالتدريب راح تتعودون عليها انت خلي سيستم قدامك اليوم هاي الحشوه اشتغل هالشي باكر هم يشتغل الحشوه نفسها هالشي فانت مرتب كملت الكافيتي تجيب ذني واحد ولا ثاني خطوات افنش ديسك اجيب الانهانس افنش بالكلوزر وراها ذني الاي بشركتي هذا يمكن من 85 او 90 الف بس يضل وياك عمر هذا يعطيك لمعه خرافيه وراها بالجلوس هذا حتى لو البونص العادي مال التنظيف صح هذا البارتكلز مالته هو اصلا مخصص البولش بس اذا ما عندك البونص العادي يكفي كلش كافي ذني خطوات بالتسلسل نبدأ بالأركنسن بيار نفسها أفنش بي وراها ذني قلت لهم إذا عندكم زايد بالبوكسات بالكاربايت بيار
وراها اجيب هذا اللي اسمه البولشنج بيست استخدم بها البراش واخر شيء بعدين الكلوت وهاي بس انت اذا ما مشتغل مودلنج صح واذا الكومبوس مالتك هيك الجامعة راح تتعب البولشنج واذا عندك هاي سبوت راح تتعب فانت من البدايه قرر اسوي انا تومي صح ومودلنج صح عاود ما تعب البولش لان اذا سويت اوفر راح تتعب البولش أكسوات؟ هذا إيه تقريبا خلصنا مواضيعنا هو الكومبوز ما يتحمل طبعا بيه وايس وايف يعني البوند إذا أريد نسولف معنا يجي يوم كامل إذا أريد نشوف تفاصيل كذلك الرينج كذلك يعني كل موضوع هواي اللي أنتم إذا نسولف عليه بدقة تفاصيلها مراد إنه هواي فعن هاي الكورس هذا اليوم مجرد دافع لكم على مود اطور فوق اشتغل.